السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخباركم اصحابي عاملين ايه؟ ده القسم الثاني من الموسم الاول من حكاية راسل. زي ما تعودنا قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتدعي لاخواتنا في غزة. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف صاحبنا راسل وهو واقف في مكتب الاستاذ هيربرت وبيقدم له التقارير اللي طلبها منه، وبيقول الاستاذ هيربرت في نفسه ان هو ابدع في التقرير ده وانه اقتبس افكار جديدة من مجرد كتاب دراسي. وبيكلم صاحبنا راسل وبيقول له ان هو راضي عن التقرير اللي قدمه وانه عمل مجهود كويس في كتابة التقرير، وبتظهر له رسالة من النظام بتقول له ان هو كمل المهمة والمكافأة حجر مانا واحد، وان نسبة استيعابه زاد بعد كتابة التقرير، واللي بينتج عنه زيادة في طاقة السحر وتوفير الطاقة اللي بيستخدمها والزيادة في سرعة الهجوم بالسحر. بيقول صاحبنا راسل كل ده من كتابة التقارير، وبيفهم ان كل ما كان نسبة استيعابه لكتب اكتر بمستوى اعلى بتزيد نسبة قوته ونسبة تحكمه في السحر والطاقة اللي بيستخدمها. وبيتكلم الاستاذ هيربرت وبيقول له عمل كويس، تقدر تمشي دلوقتي. وقبل ما يخلص كلامه بيقطع راسل وبيقول له انه عايز يدخل مكتبة المعلمين. وبنعرف ان بطلنا راسل طلب من الأستاذ إن هو يدخل مكتبة المعلمين، وعمل كده عشان المكتبة دي فيها كتب قيمة كتير وإن مستوى المكتبة دي أعلى من مستوى مكتبة الطلاب. وبيقول الأستاذ هيربرت أنت مش مكفيك الكتب الموجودة في مكتبة الطلاب، وبيرد عليه صاحبنا راسل وبيقول له إن هو قرا الكتب الموجودة في مكتبة الطلاب كلها. اجتهد أوي صاحبنا راسل ده. وبيتفاجئ الأستاذ هيربرت وبيقول له كلها دي حاجة مذهلة. بيكمل إن هو ممكن يسمح له إنه يدخل مكتبة المعلمين بس لازم يثبت ان هو مؤهل لكده. وبيفرح صاحبنا راسل بالكلام اللي سمعه وبيقول ان هو جاهز لاي حاجه. وبتظهر اشعارات من النظام ان هو يكمل المهمات اللي بيديها له الاستاذ هيربرت. وبنعرف ان الاستاذ هيربرت كلفه ببعض المهام عشان يسمح له انه يدخل مكتبه المعلمين. وبنشوف صاحبنا راسل وهو واقف وطالع عينه في المهام اللي كلفها بيه، وبيقول ان هو ما كانش عارف ان الاستاذ هيكلفه بمهام كتيره كده، بس مش مشكله، المهم ان انا احقق الهدف اللي انا عايزه. وفجاه بيظهر ظل الشخص وهو بينادي عليه ويقول له ان انت كنت بتقول ان انت بتمتلك مانا خاصة، لكن انتهى بيك الامر ان انت مجنون بالتدريب، بس كمان سمعت ان انت ضربت اخويا. وخمن يا صديقي ده مين؟ ده اخو انا نسايا وهنسميه فجلة. ويقول له بطلنا راسل انت بتقول ليه كل الكلام ده، عايز تنتقم؟ بيرد عليه فجلة وهو بيضحك ضحكة خبيثة وبيقول انتقم منك انت؟ انت مجرد حشرة ممكن اسحقها في اي وقت. وبيخبطه في كتفه وهو ماشي ويقول له اشوفك في فصل معركة السحر، وبيسيب بطلنا وبيمشي. وبيفكر صاحبنا راسل وبيقول معركة السحر، وبنعرف ان معركة السحر دي بتبقى بين الطلاب وفيها بيتقاتل كل الطلاب مع بعض، وصاحبنا راسل كان بيتمسح بيه الارض في كل مرة يدخل في المعارك اللي زي كده حرفيا. احنا طبعا عارفين ليه، لو مش عارف يبقى ما شفتش الفيديو اللي فات يا صاحبي، روح شوفه وانت وراجع بعمل لايك واشترك في القناة. وبنرجع لبطلنا راسل وهو بيقول ان هو نسي موضوع الفصل ده وانه لازم يستعد عشان ما يتكررش اللي حصل معاه في الماضي. وبيقطع اشعار من النظام بمهمة جديدة وهي ان هو يكمل الدائرة التانية والمكافأة زيادة في الخصائص اللي بيمتلكها. وبنرجع لبطلنا راسل وهو بيكمل المهمات اللي طلبت منه من الاستاذ هيربرت وبيخلصها كلها. وبتجيله اشعارات كتير من النظام ان هو كمل المهمة وهياخد المكافأة بتاعته. وبنشوف بطلنا راسل وهو في اوضته وباصص على المكتب على احجار السحر، وبيفكر يقول ان الاحجار جاهزة ان هو يستخدمها، ولكن بيخاف ويتردد ان جسمه ما يستحملش الطاقة بتاعة الاحجار دي كلها مرة واحدة، ولكن في الاخر بيقرر انه يستخدم الاحجار وبياكلها. واول ما بياكلها بتبتدي الطاقة تسير في جسمه، وفجأة بتنفجر طاقة رهيبة من جسمه، بيحس ان جسمه كله بيتحرق وبيقول ما ينفعش استسلم ولازم اتحمل واتحكم في الطاقة واخليها تسير في المسار المناسب ليها. وبيحط ايده على المكان اللي بتنفجر منه الطاقة وبيقول ان هو لازم يتحكم في مسار الطاقة عشان يكون دايرة مانا جديدة، وانه لو فشل انه يعمل كده قلبه مش هيستحمل وهينفجر من ضغط الطاقة. وبيقول ان الاستسلام اول طريق الفشل، انا ما ينفعش افشل، وما بيستسلمش وبيحاول يوجه الطاقة في المسار اللي رسمه لها تاني ويخليها تستقر في قلبه، بينجح ان يرسم مسار ليها ويخليها تمر فيه. وبتنفجر طاقة رهيبة من الشباك،
بنشوف بطلنا وهو على الارض بيقول اخيرا لقد نجحت واكملت الدائرة الثانية، وبتبتدي تستقر الطاقة في جسمه مرة تانية، وبيظهر شعار من النظام انه هو كمل الدائرة التانية وهيحصل على المكافأة بتاعته، والمكافأة بتكون زيادة في قوة العناصر اللي بيستخدمها زي النار والبرق والمية وفهم خصائص كل عنصر، الحاجة اللي بتزود قوته. وبينتقل بين المشهد في مكتب الاستاذ هيربرت وهو بيقول انه مش مصدق ان بطلنا راسل جاوب على كل الاسئلة اللي سألها له وخلص المهمات اللي طلبها منه، وبيقول له هسألك اخر سؤال، وبيقول ان السؤال ده جوهري اكتر من الاسئلة اللي فاتت، وبيقول السؤال ان للسحر 4 هياكل، ايه هو اهم هيكل فيه؟ وبنشوف صاحبنا راسل وهو واقف تقريبا اتصدم من السؤال، وبيبص عليه الاستاذ هيربرت وبيقول في نفسه انه مش مصدق ازاي يسأل سؤال زي كده لطالب عنده، حتى هو معرفش الاجابة غير من فترة قريبة، وبيقول لبطلنا استنى ما تجاوبش على السؤال ده هسألك سؤال غيره، لكن بطلنا راسل بيقاطع كلامه وبيقول له اجابة السؤال هي. وقبل ما يكمل كلامه بطلنا بيتصدم الاستاذ هيربرت وبيسأل نفسه هو فعلا يعرف الاجابة، وبيقاطع بطلنا راسل تفكير الاستاذ وبيقول الاجابة هي الصورة الذهنية، وبيسأل الاستاذ هيربرت بيقول له ايه اللي خلاك تقول كده، وبيرد عليه بطلنا راسل وبيقول له ان السحر عبارة عن تجسيد حاجات في العالم الواقعي من خلال المانع، وعشان تقدر تعمل كده لازم تمر ب4 مستويات، وبنعرف ان المستوى الاول هو الاستيعاب، وده لازم تتعلم مفاهيم ظواهر الطبيعة، ومحدش يسألني يعني هو اكد منها كده. والمرحلة التانية هي الصورة الذهنية، وفيها بتتخيل اللي انت تعلمته داخل عقلك. والمرحلة التالتة هي البناء، فيها بتبني صيغة السحر عشان تكون صورة مرئية. واخر مرحلة هي التجسيد، وفيها بيتجسد السحر وبيبقى حقيقي في العالم الواقعي من خلال الصياغة. وبيقول على الرغم من كده انت ما ينفعش تتعلم تكوين الصورة الذهنية من خلال التدريب بس، ولكن الحاجة اللي بتحدد مستواك في الصورة الذهنية ان يكون عندك الشجاعة انك تتجاوز حدودك وتوصل لحرية التخيل. ويبتدي بطلنا راسل يعمل الحاجات اللي هو قالها، وبيشكل كرة نار من دايرة المانة التانية، وبيقول لو تخيل ان النار دي سهم هيتحول سحر الدايرة التانية ويبقى سهم ناري، والطريقة دي لو تخيل اي حاجة هيتحول اللهب للشكل اللي هو تخيله. وبيقول لو ما حطتش حدود لتخيل الذهني ممكن نصنع حاجات كتير مختلفة عن العالم وبتغير الواقع زي المعجزات. وبيقول كل ده بيبدأ بفهم القواعد والتلاعب بيها، وهو ده جوهر السحر. وبيقول الأستاذ هيربرت في نفسه الكلام ده صحيح، ايوه خد بالك بطلنا درس بره وجوه، قصدي ماضي وحاضر يعني. ويقول له ان مكتبة الطلاب عالم صغير بالنسبة لك، وبيديله تصريح ان هو يدخل المكتبة، وبيظهر له اشعار من النظام ان هو كمل مهمة دخول المكتبة، والمكافأة حجرين سحر من الرتبة المنخفضة. وبنشوف بطلنا راسل وهو جوه المكتبة، وبيقول انه ما تخيلش المكتبة هتكون واسعة بالشكل ده وفيها كتب قيمة كتير، وان هي مختلفة عن مكتبة الطلاب. وبيمسك شوية كتب وبيقول ان الكتب دي قيمة وهتفيده كتير في مستوى تدريبه وتطوير قاعدة السحر بتاعته الاساسية. وبيقطع تفكيره صوت كعب عالي وبيقول له الكتاب اللي انت بتقراه ده مميز. وبيتفاجئ بطلنا من الصوت اللي سمعه وبيبص وراه، وبيظهر الشخص اللي كان بيكلمه وبيقول له قدامك. وبنعرف ان الست دي اسمها درايا سونويد، وان هي سيدة برج اللهب. وبيقوم بطلنا ويسلم عليها بكل ادب وبيعرف عن نفسه، وبيقول في عقله ان الست دي بتمتلك 8 دوائر، مفيش ناس كتير وصلت للمستوى ده، وبيقول ان هي في اعلى مستوى من ابراج السحر البرج الاحمر. وبيسأل نفسه وبيقول ايه اللي جابها هنا، وبتبص عليه وبتفهم اللي بيفكر فيه، وبتقول له مفيش داعي ان انت تتوتر، انا كنت جاي هنا بس بالصدفة. وبتمد ايديها وتديله مصاصة، وهو بيقف وبيقول دي علشاني، وبياخدها وبيمشي معاها. وبتسأله ازاي قدر يدخل هنا في مكتبة الاساتذة، وبيرد عليها وبيقول لها ان الاستاذ هيربرت هو اللي سمح له بكده. وبتقول الرجل حاد المزاج، لقد فهمت. وبتقول له ان انت كنت بتتعلم حاجات مثيرة للاهتمام، وبتبص عليه وبتقول في نفسها ان المانة بتاعته نقية للغاية، غير كده توزيع المانا في جسمه مستقر ودي حاجة نادرة.
بتبص عليه وتقول له ما تقلقش انا مش هنا عشان اضايقك، وبيشكرها بطلنا وبتخبط بعصايتها في الارض وبتقول جين وقت ان هي تمشي. وتقول لبطلنا راسل استمر في النمو ووصل لاقصى حد تقدر عليه، وبتختفي بشكل درامي سايبة وراها بطلنا راسل في عينه نظرة ذهول. وبعد ما بيفوق من الاسبهلال اللي هو فيه بيخرج من المكتبة وبيقول انه ما كانش متوقع انه يقابله شخص مهم بالشكل ده، وبيقول انه مكسب كويس ليه. هو خارج من المكتبة بيشوفه فجلة واصحابه وبيقولوا ده مش راسل، هو ايه اللي مخرجه من مكتبة الاساتذة؟ وبيستغربوا وبيقول فجلة على اي حال ده مش هيفيده في حاجة، ويمشي وبيديله ظهره وبيقول خليه يعمل اللي يقدر عليه، ويبص عليه بنظرة خبيثة وبيقول على اساس ان ده هيفرق في حاجة. وبينتهي بينا المشهد في ساحة معركة السحر، وده المكان اللي بتحصل فيه القتالات والتنافسات بين الطلاب تحت اشراف الاساتذة. وبنعرف ان اللي بيحصل في القتالات دي ان الاساتذة بيختاروا اضعف الطلاب في البداية عشان يختاروا خصم مناسب ليهم، وعلى فكرة ده اسمه الاستاذ كراتا. وبيقول صاحبنا راسل ان دايما كان اسمه بيتنده الاول في حياته السابقة. وبنسمع الطلاب حواليه وهم بيقولوا انه هيختار راسل عشان عنده مرض ضيع رؤي المانع، والاساتذة كانوا بيختاروه دايما. وبيقول الاستاذ كراتا انه هينادي على المتنافس الاول، المتنافس الاول هو فجلة، واللي هيقول لي مين فجلة هقول له اخو انا نسايا، واللي يسألني مين انا نسايا هقول له يبقى انت مش مصحصح معايا يا صديقي. وبيصدموا الطلاب وبيستغربوا ان هم اختاروا فجلة وهو من بين اقوى التلاميذ. وبينزل فجلة من المدرج وبيعدي جنب الاستاذ كراتا وهو بيشكره، بيرد عليه الاستاذ كراتا بيقول له دي مش حاجة مقابل الخدمات اللي بياخدها من عائلته. ايوه كراتة مرتشي. ويقول بطلنا راسل انه كان متوقع انه يحصل ده، وبيدخل فجلة الحلبة وبينادي على بطلنا راسل. وبيروح للبروفيسير هيربرت وهو بيقول لو كنت جاية كان من الافضل ان انت تقوليلي عشان اقدر استقبلك، وترد عليه بتقول له لا بأس، وبنعرف ان هي سيدة برج السحر. وبتكمل كلامها وهي بتقعد وبتقول زيارة المعلمة لتلميذها دي مش حاجة رسمية. ايوه زي ما انت سمعت كده. وبتكمل اذا انت اديت اذن لتلميذ اسمه راسل انه يدخل مكتبة المعلمين، وبيرد عليها ايوه، وبيسألها وهو الان هو عمل حاجة غلط. بترد عليه وتقول له لا بس اول مرة اشوف حاجة نادرة وسمينة زي كده. بيقول لها عندك حق، مرض ضيق عروق المانع اللي عند راسل ده مش منتشر حتى في القارة كلها ونادر ان هو يظهر. بترد عليه وتقول له انت احمق، وبيستغرب من ردها. وبتكمل وتقول لان الطفل ده اتغلب على مشكلته بالفعل. بيقول لها تقصد ايه بالكلام ده؟ بترد عليه وتقول له ان هو انشئ الدايرة التانية بالفعل. بنسيبهم وبنرجع لحلبة المنافسة، وبنشوف بطلنا راسل وبيظهر له اشعار من النظام بمهمة جديدة وهي انه يفوز في تدريب السحر، والمكافأة حجرين مانا من الدرجة المنخفضة زائد مساحة تخزين فراغية. ويقول بطلنا راسل ان مساحة التخزين الفراغية ما بيستخدمهاش غير السحرة الاغنياء، وهتبقى مفيدة في تخزين احجار المانا اللي بيكسبها من النظام. وبيبص عليه فجلة وبيقول له شكلك خايف، لو كنت عايز تعيش توسل الي. بيرد عليه بطلنا راسل وبيقول له انا اتوسل لك انت؟ شكلك بتحلم. وبيفجر طاقة قوية من جسمه